أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في شيوة 360. معكم الشيف أسامة من مازاغون بيشت أند ريزورت. اليوم غادي نحضر لكم هذه الوصفة اللي عبارة عن بواسون غوج فارسي. خليكم مع المقاطع. المقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفة هي عبارة عن بواسون غوج الوزن ديالها تقريبا 2 ديال الكيلو. غادي نحتاجو واحد 200 غرام ديال الكروفيت، 200 غرام ديال الكروفيت غوز، 200 غرام ديال الكالامار بوشي في الملح والماء. عندنا واحد 3 حبات ديال السيترون كونفي. عندنا واحد 200 غرام ديال الشعريه الصينيه. عندنا الفروماج ايمونتال طبيعه الحال. عندنا سوسازي زورمو. عندنا الملحه، ابزار، عندنا الكمون، شنجومبر بودر طبيعه الحال. عندنا الشرموله المغربيه اللي قال المغاربه كيعرفوا يصيبوا الشرموله المغربيه. وعندنا شامبينيون دو باري سوتي. عندنا سيترون نستعملوه للتزيين. دابا غادي نتوزو لتحضير الحشوة. أول حاجة غادي نبداو بالشعرية الصينية اللي بوشيناها قبل. ضروري في الماء والملحة باش كتبقى محتافظة على لوكو ديالها. غادي ندوزو ثاني حاجة وهي الشامبينيو صوتي. ثالث حاجة اللي هي الشرمولة. غادي نزيدو الكروفيت غوز. بعد نزيدو الكالامار. لا سيزونمو. Un peu d'huile d'olive. غادي نحركو مزيان حتى يتماسك عندنا هذا الخليط. هذا لي بواسون اللي عندنا. غادي ناخذو هاد الصينيه اللي غادي ندخلو فيها الفرن. بعد ما ديزاريطيناه ونيطويناه وحيدنا ليه العظم ديالو من الداخل، غادي نحطوه في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. غادي نحاولو نديرو هاد لي سيترون شاطونا واحد الرونق للطبق ديالنا، وميمطون في نفس الوقت يشدو لنا البواسون باش تبقى على هاد الفورم ديالها. بسم الله على بركة الله. نبداو نعمرو الحشوة ديالنا. بعد ما فرسينا هاد البواسون ديالنا بهاد الحشوة اللي صايبنا اليوم، غادي ندوزو الكروفيت. أعزائي المشاهدين، بعد ما عمرنا البواسون ديالها بالحشوه اللي صايبنا، غناخذو هاد الكروفيت الصغار غادي نسوطيهم بشويه ديال الدولي. ضروري المقله تكون بيان شو. كما كتشوفوا معنا هنا المقله بيان شوط، درنا الكروفيت ديالنا باش يتسيوم اسوطيهم. ضروري من لا سيزون مو شويه الملحه اي شويه الزهر. من بعد ما درنا لي كروفيت ديالنا يتسوطاو، ها هما تسوطاو وجدوا، غادي نديروهم للتزيين. أعزائي المشاهدين، من بعد ما سالينا من الوصفة ديالنا هي عبارة عن بواسون اللي عمرناه بالحشوة ديالنا وزيناه بهاد الكروفيت من الفوق، الآن غادي نديروه في الفرن لدرجة الحرارة 160 تقريبا من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة، ومن دابا شوية نتلاقاو مع الطبق النهائي. أعزائي المشاهدين، بعد ما درنا البواسون ديالنا في الفرن اللي هو عبارة عن بواجو رويال، هذه هي النتيجة ديالو. وبالصحة والراحة ورمضان كريم.